يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفاً على نظيره الاتحاد السكندري مساء الثلاثاء المقبل بملعب الجيش المصري ببرج العرب بمدينة الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2021-2022. الزمالك والاتحاد السكندري واحدة من أبرز كلاسيكيات الدوري المصري الممتاز منذ نسخته الأولى في عام 1948، ويمتلك الزمالك الأفضلية على مستوى النتائج في مواجهاته أمام زعيم الثغر في الدوري، وتقابل الطرفان في المسابقة خلال 122 مباراة سابقة، ونجح أبناء ميت عقبة في تحقيق الفوز في 78 مباراة مقابل 13 انتصاراً للفريق السكندري، في حين أن التعادل قد حسم نتيجة 31 مباراة. وعلى مستوى الأهداف نجح الزمالك في إمطار الشباك السكندرية ب 210 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 78 هدفاً. العاشر من أغسطس من العام الماضي كان موعد آخر مواجهة بين الطرفين في الدوري على ملعب الإسكندرية، ونجح يومها الزمالك في التفوق بهدفين مقابل هدف.